عباد الله، أوصيكم جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن في القلوب لوحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفي القلوب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلوب نيران حسرة لا يطفئها إلا الرضا بأمر الله تعالى ونهيه وقضائه، والتزام الصدر على ذلك إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. بها يتفاوت الناس يوم القيامة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبها يتحصل أهل الجنة على ميراثهم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. هذا واعلموا يا رعاكم الله أنه في تعاقب الليالي والأيام والشهور والأعوام لآيات لأولي الألباب، بها يبدل الله من حال إلى حال، ويغير من شأن إلى شأن، وذلك كله بتدبير الله تعالى وحكمته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فيوقن الإنسان بقضاء الله وتدبيره وحكمته، ويطمئن لذلك، لأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ومن كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه، وأن من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد.